صباح الخير، برويكم الحين شلون تسوون كيكة الكريسماس أو كيكة العيد. أنا أحب أسويها دائما في ديسمبر، يعني إحنا نحب ناكل الفروت كيك، فإذا ما تبغوا تسمونها كيكة الكريسماس حق الناس اللي ما تحب تقول الكلمة، سموها كيكة الفواكه المجففة. الوصفة بخليها في الانستغرام، أكو حطيت لكم الأكاونت، دشوا هناك بتحصلون الوصفة أول ما أكمل من خبز الكيك. هذا شيء إذا ما عندكم إياه مو مشكلة، هو تحصلونه دائما في ديسمبر في كل السوبر ماركتات، اسمه منس ميت، هاي مو بلحم، مجرد فواكه مجففة مقطعة كنا جام صاير، هاي يعطينكها حلوة حق كيكات الفواكه. إذا ما عندكم مو بمشكلة، عندي هني أنا تقريبا 4 قلاصات مشكلة من المكسرات والفواكه المجففة اللي أنتوا تحبونها. يعني أنا استخدمت بيكان، كرامبري، بلوبيري، زبيب، تين، جوز وكازو، حطيت فوقهم تقريبا قلاصين لثلاث قلاصات مي حار وثلاث تشيس شاي ليبتون. تنقعون المكسرات في ثلاث قلاصات شاي أحمر حار، وطبعا بتحتاجون فانيلا علبة كاملة، تقريبا ربع قلاص دبس التمر، ملعقة شاي ملح، وبعدين البهارات اللي أنا أحب دائما أحط في هالنوع من الكيك اللي هو الدارسين، الميكست سبايس، ميس أو جوزة الطيب. نفس ما قلت عندي الدارسين، ميكس سبايس، الميس والزنجبيل، أنتوا تتحكمون في الكمية. عادة أنا أحط كله نص 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 ملعقة شاي. عندي نص قلاص شكر أبيض، قلاص شكر أسمر، علبة ساور كريم، هاي بتخلي الكيكة تكون رطبة، بيكنج سودا وبيكنج باودر، بعد نفس الشيء تحطون ملعقة شاي فقط، وتقريبا ثلاث قلاصات طحين أبيض، وبتحتاجون تقريبا قلاص وربع دهن. هاي نسيت أقول لكم، هاي بعد تضيفونه. فالخطوة الأولية نخلي الدهن والشكر وأخلط. حطيت الدهن، نوعين من الشكر، البيكنج باودر، بيكنج سودا، كل البهارات، دبس التمر والفانيلا. الحين بخلط، ونسيت أقول لكم بتحتاجون 5 بيضات. ونبتدي نحط البيض ونخلط. الحين بس بنضيف الساور كريم وبنخلط، عقب بحط فوقهم الطحين لما الخلطة تصير غليظة وثقيلة، ونضيف الطحين ونخلط، وآخر شيء بضيف المكسرات وعلبة المنس ميت أو الجام الفواكه المجففة. كذي شكل الخلطة بتكون شوي ثقيلة، بس الحين بضيف عليه شوية من هالخلطة اللي هي خلطة الفواكه المجففة، وبضيف كل المكسرات وخلطة الشاي. حق اللي يسأل كذي شكل الخلطة، مجرد جام مع فواكه مجففة، وحين بضيف هالخلطة. كذي بيكون شكل الفواكه اللي انت تشرب الشاي، وخلطوا الكيك اذا حسيتوا يبي له سوائل زيدوا السوائل عليه. بضيف انا شوي من خلطة البريز او الفواكه المجففة وبخلط، وبحاول أقسم الخلطة على هالقالبين، إذا تبون تسوون قوالب أصغر يصير، بس أهم شي ترشونهم بالكوكينج سبراي دي. وبس
وبدخل الكيكات في الفرن حق مدة ساعة لساعة ونص تقريبا. طبعا كيكة الصغيرة يمكن ما تاخذ ازيد من 45 دقيقة لساعة، العودة يمكن ساعتين على نار هادية تقريبا 150 درجة. طلعت انا الكيكة الصغيرة من الفرن كذي شكلها بيكون، بقت الكيكة العودة يبيلها بعد نص ساعة لساعة. اهلا شلونكم شخباركم، انا انطر بس الكيكة تبرز عشان اقدر اقلبها وازينها لكم، فنطر شوي. بغيت اقول لكم في مسابقة من فريق تسوق البحرين، المسابقة تشملني انا، تقدرون تفوزون كاميرا بولارويد، كاميرا عجيبة بخطوة وايد سهلة. تروحون الاكاونت، الحين بحط لكم شاب بحرين، الساعة 3 مو حين، من 3:10 روحوا شاب بحرين. ولازم شو تسوون؟ تروحون على صورتي، مو صورة اي حد ثاني، تسوون هاشتاج تيم محمود وتسوونهم فولو، وعقب تقريبا 24 ساعة انا بنقي 3 بطريقة عشوائية، عندي ماكينة اللي تسوي سحب وبتقدرون تفوز. المسابقة مفتوحة حق الكل، زين كل مكان، مو بس في البحرين، كل مكان تقدرون تقدمون وتسوون هاشتاج وتفوزون. فالخطوة وايد سهلة، تروحون شوب بحرين نفس ما حطيت لكم، تشوفون صورتي، تروحون تحطون هاشتاج تيم محمود وانا بنقي 3، واهم شيء تسوون فولو شوب بي اتش، يعني مالات المسابقة لازم تدشون وتسوون فولو، اذا ما سويتوا فولو ما بتفوزوا. الاكاونت شوب بحرين، انا بالغلط قلت شوب بي اتش، وايد خذني الحماس، شوب بحرين. المسابقة وبدت، روحوا حطوا لي هاشتاجات اللي ما قلتوا، بس سووا الاكاونت فولو، حطوا هاشتاج تيم محمود. والله زين، قاعد اشوف الناس ما شاء الله شغالة تسوي هاشتاج. هاي المسابقة حق الكل، ناس في السعودية، في الكويت، في عمان، في بوركينا فوسو، اي مكان اي مكان انتوا، اذا فزتوا منطرش لكم الهدية، واذا قدرتوا تيون انا بعطيكم الهدية بيدي وتصورون معي، ايش تبون بعد؟ عندي إيفنت الحين في هالمكان العجيب، ما تشوف ولا قطو، وري ليش أنا كنا شكلي في مكان غلط. أنا أظن دشيت من بوابة غلط، لأن بروحي في وسط مروين. اوكي، بعد ما تهوت ولف ودوران لقيت المدخل الرئيسي. كالعادة دايما اوصل قبل الاوادم وقبل كل من، حتى المنظمين مو بهني. فإحنا هني بنكون عندنا عشاء اليوم، بنقعد حق أشياءات عجيبة في قلعة الرفاع. في قلعة الرفاع المنظر حلوة على وادي الحنينية، كل شيء مرتب. لأني يعني أنا جاي من وقت كنت أسوي فقرة أعرفكم على الأخت ضابية اللي منظمة ومسوية كل هالديكور الحلو اللي وراي. ما شاء الله ذوقك وايد حلو، وايد. Thank you so much. والله أنت اللي ذوقك حلو بصراحة. لا 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 لا. كذي أنا ما أقدر على هالكلام، ما أقدر. ضابية عندها شركة إيفنت، شو اسم الشركة؟ Events by Zabia. We have an Instagram account هني. عربي عربي. أوكي الإنستغرام account مالنا هني. Thank you.
أنا هني مع الفنانة أسماء المنور. باكر تعالوا لنا السيف حق الافتتاح بتكون موجودة وبتغني. أجيب بزاف كثرة أنا أتركم. كذي شكل النهائي بيكون حق الكيك، تقدرون أنت تحطون فوقه فوندانت أو تسوون خلطة الشكر، شيء راجع لكم، أنا ما بحط فوقه ولا